اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اسرار الشرق الاوسطية. البحرية المصرية تطور عقيدتها الهجومية في شرق المتوسط، وهذا ناتج عن تطوير مشاركتها. واهم من كل ذلك فان حضور حاملة طائرات مسترال للمشاركة في ميدوزا، واخطر من كل ذلك فان هناك مشاركة في قلب كريت، وهذا الذي يعطي للجيش المصري ولبحرياته أن تكون مواجهة تركيا هدفا ليس تكتيكيا إنما استراتيجيا كما يظهر على الأقل بالنسبة للحضور الذي كشفه اليونانيون. اليونانيون من جهتهم وصلوا إلى أقرب جزيرة للجرف القاري التركي، وطارت طائرة هناك بعلو منخفض سبب في إطلاق نار. نحن نتحدث اليوم عن صعوبات كبيرة في تحويل هذه العقيدة اليوم إلى عقيدة دفاعية بعد أن حولتها ميدوزا إلى عقيدة هجومية موجهة تماما ضد تركيا، وهذا الذي قد يعطي خطوة أولى باتجاه هذا الصراع المرغوب فيه تماما من إسرائيل ومن الغرب، لأن صدام الجيشين المصري والتركي هو أكبر حلم، هو كابوس على المنطقة، وأكبر حلم للغرب عموما، لأن هناك أكثر من 195 وثيقة يتأكد من خلالها ومن تقارير استراتيجية أن هذا الصدام مرغوب فيه ولو من ليبيا عبر فخ الليبي أو عبر فخ الغاز في شرق المتوسط، لكن المهم أن هذا الجيش المصري يجب أن يستنزف إلى جانب الجيش التركي، وهذا هو الشيء الأهم في كل مراكز الدراسات على الأقل الإسرائيلية والأمريكية على حد سواء. اليوم العقيدة الهجومية مدعومة أساسا من طرف الأمريكيين ومن قاعدة سودة، سودة نفسها، وفي تقرير الآن نجد أحد وثائقي المشاركة. ومن جهة أخرى فإن هناك رغبة أساسية في الوصول إلى جزيرة كاستورليزو، لكن المصريين توقفوا في حدود كريت، ومهم جدا أن الفرنسيين يريدون تحريك الجيش الفرنسي للدفاع عن مصالح كل من توتال وإكسون موبيل في هذه المنطقة من أجل مواصلة التنقيب عن الغاز. هناك أهمية كبيرة بالنسبة لتحريك الجيش المصري في مقابل الجيش التركي، لأن المهم أن الفرنسيين لا يرغبون دفع هذه الفاتورة، وأيضا بالنسبة للأمريكيين والحفاظ على تركيا في قلب الناتو، ومهم جدا أن تعود تركيا إلى الناتو، إلى حدود الناتو، إلى حدودها. أما ما دون ذلك فلا يمكن بأي حال مشاركة الناتو في هذه العملية، ويريدون حرب استنزاف قائمة ما بين الجيشين، وهذا لفائدة أولى الاستراتيجيات الإسرائيلية منذ أكثر من 3 سنوات، والأمر يسير بهذا الاتجاه، محاولة الوصول إلى جعل مصر قوة تدعم اقتصاديا، تدعم من كل النواحي، ينقل إليها الغاز المسال، تكون هي مركز لمواجهة المركز الجديد الذي اسمه تركيا، وأنذاك يمكن عبر صراع المصالح أن تكون هناك المواجهة. إذا المواجهة مطلوبة بل ومهندسة، والدليل في ذلك بسيط جدا، لأن أي مشاركة لمصر في قاعدة السودة الأمريكية، هنا يطرح السؤال حول إدارة العمليات، وهذا شيء هام جدا. ومن جهة ثانية فإن القدرات اللوجستية التي تستخدم الآن تستخدم أمريكيا وبتمويل إسرائيلي، وبالتأكيد فإن التمويل هنا قد يكون من الإمارات، والإمارات حاضرة في نفس هذا التموقع من أجل وضع الجميع أمام صراع محقق يرغب الجميع في كبحه، لا من طرف أردوغان، وأيضا المصري لا يرغب في تجاوز هذا الأمر، لأن الحذر الذي يذهب إليه أردوغان هو نفس الحذر الذي يذهب إليه السيسي رغم ما يظهر، لسبب بسيط، لأننا في النقطة 28 سنجد أن لا شيء مرسم ولا مساس لمصالح تركيا.
وهذا يجب تدقيقه، وبالتالي فإن هذه المناورة أيضا قد تكون مجرد مناورة، لكن هناك محاولة لاصطياد اللعبة عبر اليونان. وإن ذهب اليونان إلى حرب فإن المهم بالنسبة للمصريين، لأن اليونانيين كما يظهر لا يرغبون في حرب ولا يستطيعون استنزاف حرب طويلة الأمد، يعني نحن نتحدث عن صعوبات كبيرة، لأن حسم هذه الجزر قد يكون إلا بمساعدة أمريكية أو فرنسية. أما اليونان فرغم كل التجهيزات الممكنة فإن الحلفاء هم الذين سيقاتلون بديلا عن اليونانيين. يبدأ الأمر إذن حسب الوثيقة بمسترال. مسترال هذه البرمائية الهجومية التي تصل إلى 450 جنديا على أقل تقدير، نحن نتحدث اليوم عن تقريب فقط، لكن على العموم فإن حضور مسترال حاملة مروحيات إلى سودا إلى كريت هذه رسالة في ميدوزا مختلفة للغاية. لا يزال إلى الآن الجانب المصري لم يوضح هذه المعلومات التي ننقلها، ومن تقرير رسمي باليونانية، وأردت بشكل مباشر أن يكون التركيز على هذه الفقرة لمعرفة هل هناك فعلا مثل هذه المشاركة المكثفة التي لا يمكن بأي حال إلا اعتبارها أنها إعلان حرب ضد تركيا. إذن لدينا مسترال اتش دي من جهة، وهي كما قلنا فيها 16 ان اتش 90 او تيغر. فبالنسبة للحمولة المواجهة نحو مسترال فهي أحد أمرين، ولكن أمامنا أربع سفن، لأن هذه المسترال تسمى سفن الإنزال والقيادة أصلا. إذن هناك 16 مروحية من فئة NH90 أو تيغر الفرنسية، هناك أربع سفن إنزال، وهناك 70 مركبة، وهناك حوالي دبابات أيضا بالنسبة للكلارك، و 450 عنصرا في طاقمها. هناك أيضا فرقاطة حضور برجاميني، وهذا الحضور لا يعتقد أن يكون بنفس ما يروجه على الأقل الأمريكيون واليونانيون بهذا الحجم الكبير، لأن هذه الفرقاطة أيضا لديها إمكانية أستر للدفاع الجوي وعندها الأكزوست، يعني أن كأن الوضع يذهب إلى حرب. المسألة الثالثة أن لدينا طراد جويند، ولدينا أيضا هناك أكثر من 9 قاذفات توربيدات، يعني نحن نتحدث عن هذه الإمكانية الهائلة، بالإضافة إلى الكلاس عزت أو هذه الدرجة الكلاس عزت أو ما يسمى بالأمبسادار MK3، وهي للهجوم السريع حوالي 63 مترا طولا. وأهم من كل ذلك فإنها تستخدم 8 صواريخ من هاربون بقدر عمليات يصل إلى أبعد مدى، خصوصا وأننا أمام رادار طالس MRR 3D NG، وهذا يؤكد مدى القوة التي تحضر بها مصر. كل هذا مع الطواف ليرسن OPV 80، وهذا للخفر، وهذا يؤكد أننا أمام أولا سلاح للخفر، سلاح للهجوم السريع، أيضا للسيطرة للإنذار والقيادة والسيطرة. ومهم جدا أن كل هذه العملية عبارة عن أسطول. مصر تحضر بأسطول في مواجهة تركيا، في مواجهة من تركيا التي ترى خطا أحمر في جنوب كريت، وصادمت فرنسا، وصادمت الولايات المتحدة الأمريكية مع الغواصات، وصادمت روسيا من أجل أنها تحاول أو ترغب في السيطرة على هذا الوضع. لكن دفع مصر إلى القيام بهذه العملية هو أخطر فخ، فخ بحري، وكان سابقا فخ أيضا بري، واستنزاف هذان الجيشان من أهم
ما يرغب فيه تماما اليوم الأمريكي قبل الفرنسي، والفرنسي متقدما عن الإسرائيلي، والإسرائيلي هذه عقيدته أصلا. لذلك فإن الأمر اليوم يستدعي نوعا من الحذر الشديد، لأن هناك تكتيكات يمكن أن يمارسها أردوغان بضبط النفس والحذر تماما كما فعل السيسي في قضية 28 على خط 28 المعروف، والذي خلق أزمة صامتة بين أثينا وبين القاهرة. وأيضا هناك القاهرة التي تريد أن تحافظ على مستوى معين لعدم الانزلاق مباشرة إلى حرب أيا كان، لا في ليبيا ولا في غيرها. الأوضاع اليوم في ليبيا تشتبك بشكل أكبر أمام رفض لغرب ليبيا لكل من ترشيحي حفتر وسيف الإسلام القذافي، وهذا قد يضع ليبيا مرة أخرى تحت توترات شديدة وأيضا قبلية، وبشكل قد لا نتفهمه الآن، إنما هو مشهد معقد للغاية يريد الجميع المشاركة فيه، وأيضا عبر الأمم المتحدة، ويجب لهذه المصداقية أن تكون، وبعدها يمكن الوصول إلى تأزيم أوضاع أكبر، لأن ليبيا اليوم أصبحت لاعبا وملعبا. اليوم كانت هي لاعب سابقا ثم أصبحت ملعبا، والآن لن يستطيع أحد أن يحولها إلى لاعب مدجن. لذلك فهذه العملية اليوم التي تأتي في حضور كل من روسيا وأيضا تركيا والتأثير الجزائري وتأثير دول الجوار، وقبلها وبعدها هناك التأثير الأمريكي الذي يلعب في هذه الرقعة بشكل جيد، مهم بالنسبة للجميع وللمصريين على وجه التحديد أن لا تأخذهم المرحلة الثانية من تسقيف الحركة الذي تمارسه تماما إدارة بايدن في اتجاه الجيش المصري، لأن الجيش المصري الآن هو تحت سقف سنتكوم، تحت سقف شديد للغاية، لا في البحر الأحمر ولا في مقاربة سد النهضة، والآن مع كريت. في كريت يمكن أن يظهر شيء آخر، لأن المواجهة اليوم لن تكون برية بل بحرية، وأيضا انتشار الغواصات الذي بقي للأتراك. لكن على العموم فإن الإسرائيلي حاليا ينشط بشكل أكبر في دعم المعلومات وفي دعم مباشر إلى جانب الأمريكيين بالنسبة لهذه البحرية. هذا جيش متكامل، جيش بحري متكامل، قوة هجومية شديدة الفعالية، الهجوم السريع والهجوم الدقيق والهجوم بالصواريخ، وأيضا وهذا الانتشار أيضا كذلك الشأن بالنسبة لبوين، قد يكون هناك رغبة في التعاطي مع الغواصات، أيضا هناك تعاطي لانتشار للمروحيات المواجهة ضد الغواصات، ضد الغواصات التركية. يعني أن البحرية المصرية انتقلت بكل ثقلها تماما إلى كريت. هذا السؤال يطرح نفسه، سؤال يطرح نفسه بكل تأكيد، لماذا نرى مثل هذا التوجه إلى أبعد حد بالنسبة لي ما قد يقع ما بين طرفين إلى اليوم مرغوبين في الصدام، واليونان نفسها تحاول تطوير هجوم بحري اليوم لكن الأتراك حاولوا أن يتجاوزوه. في نفس الآن فإن جنوب كريت لا يزال الحضور اليوم التركي قائما، والحضور المصري مع الأمريكي والإسرائيلي أقوى. لذلك فكل هذه العملية عملية مدروسة، عملية شديدة الحساسية، خطيرة جدا، خصوصا وأن هذا التسريب مقصود ليس فقط للسماح لليونان بتجاوز خطوط الحمر في أكثر من جزيرة، وإنما أيضا هناك طلعات إسرائيلية من سكيرس، هناك أيضا طيران منخفض في 13 جزيرة. هذا لم يرغب بأي تأكيد الأتراك
أن يغامروا بالاتجاه لصدام مع مصر، لكنهم يصادمون أمريكا وأزالوا النافتكس وأعطوا نافتكس جديد وغير ذلك، وبالذخيرة الحية كل هذا معلوم. أيضا بالنسبة لما حدث مع البحرية الفرنسية وأيضا مع اليونانيين بالتأكيد، لكن الأتراك أمام هذا اللعب المصري الجديد وبهذه القوة الهجومية فإن الأمر أصبح أكثر تعقيدا، ليس بسبب تطوير قوة مصر، ليس هذا فحسب، إنما الرغبة في أن تكون هناك مواجهة أو اللعب من خلف الجيش المصري. فهل البحرية المصرية اليوم مؤهلة لحرب؟ نعم، وللهجوم؟ نعم، وأيضا لمزيد من القدرات التي يمكن أن تجمع هاربو إلى إستر إلى جميع الصواريخ التي لدى مصر، وقوة مصر كلها مختزلة في هذا التواجد البحري اليوم المصري في كريت. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.